نعم، الهدف الثاني أن يحدد الطالب على الرسم مسميات بنية الجلد والأعضاء الملحقة به. كما شاهدنا في الفقرة السابقة أن الجلد يتألف من طبقتان هما البشرة والأدمة. فهل هاتان الطبقتان هما متماثلتان؟ هل لهما نفس التركيب ونفس البنية؟ أكيد لا، تختلف البشرة عن الأدمة من حيث البنية ومن حيث الوظيفة أيضا. طبعا بأي عضو في جسم الإنسان ولو كان يتألف من عدة طبقات مثلا أو عدة أقسام، فهذه الأقسام كلها مثل ما بنعرف أنه بتعمل بشكل متكامل، صح؟ بيتعاونوا مع بعضهم مشان يؤدوا الوظيفة اللي أساسا خلق العضو من أجل هذه الوظيفة. فالبشرة والأدمة صحيح هما طبقتان، ولكن تعملان معا من أجل أداء الوظيفة التي يجب على الجلد القيام بها. أقسام الجلد تخصصت ببنى معينة ولكل منها وظيفة محددة كما في الجدول التالي. فالبشرة لها طبقتان، الطبقة السطحية والطبقة المولدة. الطبقة السطحية نحن بنلاحظ أحيانا على جسمنا وخصوصي مثلا في الأيدي أنه في عندنا شوية تقشر للجلد، صح؟ هي الطبقة السطحية من البشرة، هي عبارة عن خلايا ميتة، يعني هذا حالة طبيعية جدا. وعلى فكرة جسم الإنسان بشكل كامل، الجلد الذي يغطي جسم الإنسان بشكل دوري يتجدد كل 27 يوم، صحيح؟ هاي المدة هي عبارة عن الفترة التي تقوم فيها الطبقة المولدة بتشكيل خلايا جديدة من أجل تكون طبقة تغطيها، بينما أساس الخلية تكون موجودة فخلاص هي طبقة ميتة، خلايا ميتة ومتقرنة فتتساقط بشكل دوري. الطبقة السطحية من البشرة هي عبارة عن خلايا ميتة متقرنة. طيب هاي الخلايا وين شو تتعوض؟ في تحتها طبقة اسمها الطبقة المولدة، هي التي تولد خلايا جديدة باستمرار، دائما عم تعطي خلايا جديدة. وهذه الطبقة هي التي ينشأ منها الأشعار والأظافر. لاحظوا كلمة تنشأ منها الأشعار والأظافر، يعني تطلع منها. وبما أنها تولد خلايا جديدة باستمرار، عم تعطي خلايا جديدة باستمرار، معناها لها أهمية كثير كبيرة في موضوع التئام الجروح. إذا الإنسان أصيب بجرح، سواء كان هذا الجرح ممكن له أنه أشرط أو جرح صغير، فممكن يصير في عنا تعافي مباشر. لماذا؟ لأن الطبقة المولدة تعطي خلايا جديدة بشكل مستمر وتساهم في عملية التئام الجروح. كما أن هذه الطبقة تحتوي على نهايات عصبية. فإذا الطبقة المولدة كم وظيفة صار إلها؟ أول شيء ولدت خلايا جديدة باستمرار، اثنين تنشأ منها الأشعار والأظافر، ثلاثة لها أهمية في التئام الجروح، ورابعا تحتوي على نهايات عصبية. لاحظوا كلمة نهايات عصبية، راح نلاحظ هلأ بالفقرة الثانية أنه في عنا جسيمات حسية، الجسيمات تختلف عن النهاية العصبية. وظيفة البشرة أولا الحماية، نحن حكينا بالدروس السابقة أنه كل شيء بيكون خارجي بيكون محيط بالعضو فهو وظيفة الأساسية الحماية. ثانيا هي خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان، فنحن وقت عم نلمس أي شيء هذا الشيء لا يتسرب إلى جسمنا، خاصة إذا كان ملوث. لماذا؟ لأن الجسم الجلد يمنع دخول الجراثيم من جهة، وأيضا يمنع تسرب الماء التي توجد ضمن الخلايا وضمن الأنسجة. الوظيفة الثالثة للبشرة تجديد الأشعار والأظافر، بما أن الأشعار والأظافر أساسا تنشأ منها. نحن مثل ما بنعرف أن الأشعار في جسم الإنسان كل فترة بتتساقط وبيطلع بدالها، صحيح؟ طبعا هذا التساقط بيكون دوري مو بشكل كامل، مو كل اشعار جسم الانسان بتتساقط بمرحله محدده وبيطلع بداله، لا، هذا الشيء بشكل دوري، يعني كل شعره لها فتره زمنيه ولا عمر معين تتساقط فبصير بدالها شعره جديده. والاظافر ايضا تنشا منها فمهمتها تجديد الاشعار والاظافر. الطبقه الثانيه هي طبقه الادمه. طبقه الادمه هي الطبقه التي تحتوي على الاوعيه الدمويه. وعاء دموي موجود في نسيج ما، فما هي مهمته؟ مهمته معناته مهمة هذا النسيج ومهمة هذا القسم من العضو مهمته التغذية، صحيح؟ مو هيك اتفقنا؟ تحتوي هذه الطبقة على الأوعية الدموية التي تساعد أيضا على تنظيم حرارة الجسم. والنقطة الثانية أنها تحتوي على جسيمات حسية، مثل ما شفنا لهم بالبشرة ماذا يوجد؟ نهايات عصبية، بينما الأدمة جسيمات حسية، وهذا فرق بيناتهم جدا كبير. ما بنقدر نقول انه مثلا عمليه الاحساس كلها بتصير بالادمي، ليش؟ لانه اساسا في عندنا نهايات عصبيه في البشره. فبنلاحظ هلا خلال الفقره القادمه ان شاء الله ان الجسيمات الحسيه متخصصه باحساسات معينه،
في منها للألم، في منها للحرارة، في منها للبرودة. فلذلك لا نستطيع القول أن الأدمة هي التي تخصصت فقط بالإحساس، بينما البشرة فيها نهايات عصبية والأدمة فيها جسيمات حسية، وكل واحدة منهم لها وظيفة راح نشوفها. لأ، أيضا تحتوي هذه الطبقة على بصيلات الأشعار. لاحظوا في البشرة ماذا يوجد؟ تنشأ منها الشعرة، بينما البصلة الشعرة وين موجودة؟ في الأدمي. بصيلة الشعرة موجودة في الأدمي. وأيضا يوجد الغدد العرقية وقنواتها، والغدد الدهنية، والألياف الضامة والألياف المرنة. الألياف الضامة والألياف المرنة هي التي تعطي للجلد مرونته. نحن مو أن الجلد هو عبارة عن كساء مرن. من أجد هاي المرونة؟ أجد هاي المرونة بسبب وجود ألياف ضامة وألياف مرنة، فهي التي تعطي النسيج الجلدي مرونته. يوجد أسفل الأدمة كتل دهنية تكون غزيرة في حالة البدانة. طبعا هذه الكتل الدهنية موجودة عند كل إنسان طبيعي، أما الإنسان الذي يكون عنده شيء من البدانة، أو سواء كانت كثير أو قليلة، فتكون هذه الكتل غزيرة بشكل أكبر من عند الإنسان الطبيعي الذي يكون جسمه متوازن. فإذا ما هي وظيفته؟ أولا الإحساس، لأنه تحتوي على جسيمات حسية. اثنين ترطيب الجلد. لماذا ترطيب الجلد؟ لأنها تحتوي على غدد عرقية وغدد دهنية. الغدد العرقية وغدد الدهنية مهمتها لا تعمل فقط في الحرارة. يعني نحن نعرف أنه بس ارتفع درجة الحرارة، خاصة في فترة الصيف، أو إذا الإنسان قاعد بمكان بغرفة مثلا ارتفع درجة الحرارة، فبصير عنده تعرق، صح؟ فجأة الواحد بصير يعرق ويحس حاله متضايق. نعم، هاي وسيلة دفاعية من أجل تبريد الجسم وقت الواحد بيعرق. ولكن بشكل عام، بشكل مستمر وبشكل دائم، الغدد العرقية والغدد الدهنية هي تعمل بشكل دائم، لأن مهمتها ترطيب الجلد. وأيضا لها مهمة أخرى، مثل الغدد العرقية هي عبارة عن وسيلة إطراح، تطرح العرق، أيضا هي وسيلة إطراح. ولكن هلأ النقطة اللي أنا بحكي لكم إياها، أنه لا يقتصر عملها فقط على موضوع الشعور بالحرارة الزيادة، لكنها تعمل بشكل دائم من أجل ترطيب الجلد. ثالثا تعطي القوة والمرونة للجلد. الأدمة تعطي القوة والمرونة للجلد إلا بسبب وجود الألياف الضامة والألياف المرنة في هذه الطبقة، وتسهم أيضا في إنتاج الطاقة. لون الجلد، نحن بنلاحظ في المجتمع بشكل عام أنه لون الجلد عند البشر يختلف، وبشكل موسع أكبر بتلاحظوا بين القارات. مثلا في عنا قارة أوروبا، قارة إفريقيا، قارة آسيا، بتلاحظوا وجود البشر. طبعا هذا شيء بنشوفه على التلفزيون، انه في عنا الوان مختلفه. يعني في بشر لون بشرتهم سمراء زياده، هذا بنقول زنوج. في عنا عرق من البشر لون بشرتهم بيضاء زياده. في عنا عرق من البشر لون بشرتهم عاديه. طيب هذا لون الجلد منين اجى؟ كيف تختلف لون البشره عند البشر بشكل عام؟ لون الجلد ياتي من خلال وجود صباغ محدد ويسمى صباغ الميلانين. طبعا بين الأعراق، وأنا بقول العرق الزنجي مثل العرق القوقازي، هذول الأعراق اللي أخذتوهم بمادة الاجتماعيات، هي عبارة عن شيء وراثي. يعني خلاص الإنسان الزنجي سينجب أطفال زنوج، الإنسان القوقازي سينجب أطفال قوقاز، تمام؟ ولكن بشكل عام اللون يأتي من خلال صباغ الميلانين. يعني حتى صاحب البشرة البيضاء قد تزداد عنده هذه المادة، بيزداد إنتاج صباغ الميلانين، فبتصبح بشرته شوي مائلة للأسمر. طيب منين تجي صباغ الميلانين؟ تنتجه بعض الخلايا البشرة، وهذا الصباغ يزداد إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس. هل لهذه المادة فائدة لجسم الإنسان؟ نحن وقت نطلع على الشمس، وخاصة فترة الصيف، إذا الإنسان كان عم يشتغل برا، أو إذا تعرض لأشعة شمس، فمرة على مرة، طبعا هذا الشيء لا يحدث بشكل مباشر. يعني مو أنا والله اليوم طلعت على الشمس ورجعت مباشرة صار لوني أسمر. هذا الشيء يحدث بالتدريج نتيجة تعرض الإنسان للشمس، فالصباغ الميلانين يزداد إنتاجه. طيب هل هذا الشيء له فائدة؟ نعم أكيد له فائدة، لأن السمرة، هذه السمرة التي تنتج عن زيادة صباغ الميلانين، تفيد في وقاية الجسم من حرارة الجو. احنا قلنا أنه السمرة
تحدث عند التعرض لأشعة الشمس فبيزداد صباغ. معناها شو الفائدة منها؟ الفائدة أنه تحمي الجلد، تحمي الجسم من حرارة الجو، لأن أساسا الجلد الأسمر يشع حرارة أكثر من الجلد الأبيض. فهل أشعة الشمس هي فعلا ضارة على جسم الإنسان؟ نعم، إذا كانت أشعة الشمس مرتفعة فهي تشع أشعاعات ضارة في جسم الإنسان، هذه الإشعاعات اسمها الفوق البنفسجية، وتضر في جسم الإنسان. فبالتالي في عنا بجسدنا سبحان الله وسيلة دفاع من دون إحنا ما نقلها ومن دون أي شيء، هي وسيلة دفاع طبيعية موجودة في جسم الإنسان سبحان الله. أن الجلد دائما مباشرة مجرد أنه تعرض لأشعة الشمس فبصير عنا أوامر لإفراز مادة الميلانين وزيادة إنتاجها من أجل إكساب الجلد لونه الأسمر، وبالتالي حمايته من الأشعة فوق البنفسجية، لأنه يقوم بامتصاص هذه الأشعة. يعني هو ما عاد يعكسها، ما عاد يرجعها، ولكن يمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنع وصولها إلى طبقات الجلد الداخلية. الجلد يتألف من طبقتان هما البشرة والأدمة. فهل هاتان الطبقتان هما فقط الموجودتان على سطح جسم الإنسان؟ يوجد أيضا ملحقات للجلد، هذه الملحقات تساهم مع الجلد، تساهم بالدعم، تساهم بالحماية، ولها أيضا وظائف أخرى. فأولا عندنا الأشعار، من المهم جدا نعرف المنشأ للملحقات الجلدية. فالأشعار تنشأ وين؟ في قاعة البشرة، صحيح؟ في قاعة البشرة، في الطبقة المولدة في قاعة البشرة، ما فينا نقول إنه في البشرة فقط، في الطبقة المولدة في قاعدة البشرة. لأن أساساً البشرة في عنا طبقة سطحية، هي خلايا ميتة متقرنة، صحيح؟ وعم تتساقط بشكل دوري، بينما الطبقة المولدة عم تنشأ منها الأشعار. ما هي الأشعار؟ هي عبارة عن جذر حي. لاحظوا بالرسم، جذر حي. ليش أنا جذر حي؟ لأنه أساساً في عنا وعاء دموي، في عنا نهاية عصبية، معناته هذا جذر حي. يحتوي هذا الجذر على مادة الميلانين التي تكسب الشعر لونه. وطبعاً هذه المادة تختلف طبعاً بين فرد إلى آخر، فسبحان الله أيضاً هي عبارة عن شيء وراثي. مادة الميلانين بالنسبة للشعر هي شيء وراثي، فبتلاحظوا فروق لون الأشعار بين شخص وآخر. تقل هذه المادة مع التقدم بالعمر، وقت الإنسان بيكبر بالعمر بتصير هاي المادة الميلانين، إنتاج مادة الميلانين في الأشعار، في جذر الأشعار قليلة، فبالتالي يصبح لون الشعر أبيض. كما أن في جذر الشعرة في عنا غزارة للأوعية الدموية والنهايات العصبية. نحن بنلاحظ إذا جينا لحتى نقص الشعرة قص عادي ما بيتأثر، صح؟ ما بنحس فيها، لأنه أساسا الشعرة هي عبارة عن ساق متقرنة، ساق متقرين تبرز من سطح الجلد. شو يعني متقرين؟ يعني شيء ميت ما فيه حياة، ما في عنا خلية عصبية، ما في عنا وعاء دموي، ولكن الجذر في أوعية دموية غزيرة ونهايات عصبية. فإذا جينا جربنا نقلع شعرة ألع لنتزع يعني من جذرة، فبالتالي رح نحس بالألم، شيء مثل الوخذي. لماذا؟ بسبب وجود النهايات العصبية في جذر الشعرة. يلحق أيضا بالشعرة غدة دهنية. نحن بنلاحظ على حالنا إذا الواحد شوي تأخر بالحمام، وخاصة إذا كان فترة شوب وصيف، فالشعر بيصير هيك في مثل اللمعة، صح؟ ممكن إنه يصير في مثل اللمعة، أو بنقول لحالنا صار شعرنا عليه مثل الزيت. لماذا هذا الشيء؟ منين إجا؟ هذا شيء طبيعي جدا، لأن الشعرة يلحق بها غدة دهنية. مهمة هذه الغدة الدهنية إنه بتأمن ليونة الشعرة. نحن قلنا إنه الشعرة هي عبارة، شوف الفقرة الثانية، هي ساق متقرنة تبرز من سطح الجلد. طب ساق متقرنة معناتها ربما تكون قاسية، ربما تكون خشنة جافة، ولكن وجود هذه الغدة الدهنية التي تفرز مواد دهنية تؤمن ليونة الشعرة، فتعطي الشعر الملمس الناعم. وأيضا ماذا يوجد؟ ماذا يلحق بالشعرة؟ يلحق بها عضلة ناصبة. إذا الواحد حس حاله بردان أو حس حاله خايف يقول وقف شعر جسمي، مو هيك؟ بحس حتى أنه مثلا ممكن الشعيرات الموجودة على إيدي أنه فعلا وقفت، ممكن يشوفها أنه وقفت. طيب ليش؟ لأن هذه العضلة الناصبة اللي موجودة، لاحظوا وجودها عن جذر الشعر مباشرة، بتتقلص. فهذا التقلص يؤدي إلى انتصاب الشعر عند الشعور بالبرد أو الخوف. فإذا الأشعار
تنشأ من الطبقة المولدة في قاعات البشرة هي عبارة عن جذر حي منغرس في الأدمة. لنا بيجي لون الأشعار لأن هذا الجذر يحتوي على مادة الميلانين التي تكسب الشعر لونها. وطيب الإنسان عندما يتقدم في السن لماذا يصبح لون الشعر أبيض؟ لأن هذه المادة مادة الميلانين تقل مع التقدم بالعمر. طيب ما هو التفسير العلمي عند انتزاع الشعر نشعر بالألم؟ لأن جذر الشعرة تكون فيه نهايات عصبية وأيضا تغزر فيه الأوعية الدموية، والوعاء الدموي أينما وجد فمهمته التغذية سواء بالأكسجين أو بالمواد المغذية. الشعرة هي عبارة عن ساق متقرنة، عندما تخرج وصارت فوق البشرة هي عبارة عن ساق متقرنة بعد بروزها من الشعر من الجلد عفوا، بعد ما تبرز من الجلد خلاص صار هي ساق متقرنة بتكون خالية من نهايات العصبية. طيب كيف عم تجي ليونتها؟ ليش ما إن نحن هي عبارة عن ساق متقرنة؟ ليش لينة؟ لأنها يلحق بها غدة دهنية تؤمل ليونة الشعرة. إذا الإنسان شعر بالبرد أو شعر بالخوف، ما هو التفسير العلمي لانتصاب الأشعار؟ نقول بسبب وجود عضلة ناصبة تتقلص عند الشعور بالبرد والخوف. هذه العضلة تكون موجودة في جزر عند جزر الشعرة. ما هي وظيفة الأشعار؟ وظيفة الأشعار في جسم الإنسان حماية الجسم من تقلبات الجو المختلفة من برودة وحرارة. تعرف إذا الإنسان تقلب الفصول وتقلب الأماكن اللي بيعيش فيها، درجة الحرارة ما بتكون دائما معتدلة ومتساوية، فحماية الجسم من تقلبات الجو هي وظيفة الأشعار. الملحق الثاني للجلد هو الأظافر. أيضا يتفق الأظافر مع الأشعار من ناحية المنشأ، فهو ينشأ من الطبقة المولدة في قاعدة البشرة. فما هي هذه الأظافر؟ الأظافر هي عبارة عن أيضا جذر حي منغرس في الأدمة وتغزر فيه الأوعية الدموية والنهايات العصبية. لاحظوا جذر حي منغرس في الأدمة، نحن إذا بدنا نحاول أنه نشد ظفرنا ما بنقدر نشده، أو ممكن يصير في عنا ألم حاد جدا، قد يتعرض الإنسان أحيانا أنه الظفر يقلب أو يصير معه شيء، الظفر ممكن أنه ينزح من مكانه، فالإنسان بيشعر بألم شديد جدا. لماذا؟ لأنه هو عبارة عن جذر حي أساسا ويوجد فيه أوعية دموية ونهايات عصبية بشكل غزير، ولكن في نهاية الظفر يوجد مادة قرنية ميتة صلبة تغطي رؤوس الأصابع. هذا الجذر الحي المنغرس بيتجدد وبيعطي خلايا باستمرار، فوقت اللي بيعطي خلايا باستمرار فهو بيتقدم. هذا التقدم عن الإصبع، يعني بتور عن الإصبع، هي عبارة عن مادة قرنية ميتة صلبة تغطي رؤوس الأصابع. ما هي مهمة الأظافر؟ مهمة الأظافر ووظيفتهم إمساك الأشياء الدقيقة إضافة إلى الناحية الجمالية التي يضيفها على الإصبع. فإذا الأظافر هي ناحية جمالية من جهة، ومن جهة أخرى نحن ما بنقدر أنه نمسك الأشياء الدقيقة مثل مثلا إبرة، مثل مثلا قلم، إذا نكتب بشكل جميل. الأظافر تساهم في تدعيم الأصابع من أجل إمساك هذه الأشياء والتحكم بها. ننتقل إلى الملحق الثالث، الغدة الجلدية. الغدد الجلدية التي تنتشر وتتوزع على سطح الجسم بشكل كامل، يعني وين في جلد في جسمنا ما يغطي السطح بشكل كامل، يغطي سطح الجسم، يوجد غدد جلدية تتوزع في هذا الجلد إلا بعض الحالات الخاصة، مثل مثلا عندنا غدد الثدي في مكان خاص. طيب ما هي هذه الغدد؟ الغدد أولا الغدة المخاطية، وظيفة إفراز مواد مخاطية. أيضا الغدة المخاطية لها مكان خاص. الغدة المخاطية تفرز المخاط، هل هذا الإفراز هو إفراز مزعج مثلا أو إفراز ضار؟ لا إطلاقا. مهمة الغدة المخاطية ترطيب بعض مناطق الجلد الموجود على شكل غشاء مخاطي في البطانة الداخلية لمناطق مختلفة من الجسم، مثل في عنا تجويف الأنف مثلا. هلا هذا تجويف الأنف ويوجد فيه غدد مخاطية، نحن بنلاحظ على حالنا أنه ولو كان الإنسان ما في عنده قريب، ولو كان الإنسان ما في عنده رشح مثلا، ولكن في عنا دائما إفرازات مخاطية في تجويف الأنف، صحيح؟ طيب ما هي مهمته؟ مهمته أنه دائما لازم يكون في عنا ترطيب لتجويف الأنف. نحن بنعرف أنه دائما الإنسان يتنفس طالما أنه على قيد حياة، ومن المهم جدا أنه يتنفس من أنفه،
صح؟ طيب ليش ننصحهم للتنفس من الأنف؟ بسبب وجود الشعيرات والمادة المخاطية التي تقوم بتنقية الهواء الذي يدخل إلى الجسم عن طريق الأنف، فهي من جهة ترطب هذا التجويف ومن جهة أخرى تحمي الجسم من بعض الغبار. يعني بعض الغبار مثلا إذا دخل إلى الأنف عن طريق التنفس قد يعرق بهذه المادة المخاطية، فبالتالي ما تدخل على الجسم. يعني هل أنت بتعرف حالكم إذا مثلا جينا على منطقة أو على مكان فيه شوية غبار فمصير نعطس، صح؟ هي وسيلة دفاعية مشان الغبار ما يدخل على جسم الإنسان، ما يدخل على الرئتين. طيب فإذا الغدة المخاطية مهمة ترطيب بعض مناطق الجلد على شكل غشاء مخاطي، مثل مثلا الأنف، مثل الفم، حتى مثل أيضا القناة الهضمية. يعني مو بس الأجواف المفتوحة، هذا نحن عندنا الأنف هو جوف مفتوح على الوسط الخارجي، الفم وسط مفتوح على الوسط الخارجي، أما مثلا القناة الهضمية هي وسط موجود مفتوح على الوسط الخارجي، ولكن في عنا مسافة، في عنا بلعوم، في عنا معدة، في عنا أمعاء. هذه التجاويف الهضمية كلها مبطنة بغدد معينة، ويوجد غدد مخاطية أيضا تفرز مادة مخاطية لهذه التجاويف، أيضا الطرق التناسلية والطرق البولية. وليس للجلد طبقة متقرنة، بل ترطب سطوحه الغدد المخاطية. يعني نحن التجويف الأنف، تجويف الفم، تجويف المعدة، الأمعاء، الطرق التناسلية، الطرق البولية ليست متقرنة، ما في إلها هي الطبقة اللي نحن حكينا عليها البشرة، هي الطبقة المتقرنة اللي راح تتساقط، وإنما ترطب سطوحها والغدد المخاطية. وحتى حكينا على البشرة قلنا أنه في عنا طبقة متقرنة وتتجدد كل فترة، هذا الشيء البشرة التي تلامس الهواء بشكل مباشر، ولكن نحن عنا هي التجاويف هي تلامس الهواء، مثل مثلا عندنا الأنف، مثل مثلا عندنا الفم تلامس الهواء، ولكن وجود الغدد المخاطية معناها لا يوجد طبقة متقرنة. ليش؟ لأن الغدد المخاطية تقوم بترطيب سطوح هذه التجاويف. اثنين، طبقة الأدمة، عفوا اثنين، الغدد العرقية. في طبقة الأدمة يوجد أيضا غدد، هي الغدد العرقية. ما هي الغدة العرقية؟ اللي أحيانا بنلاحظ أنها تشتغل زيادة، وأحيانا بيكون عملها يعني معتدل أو متوازن. هي عبارة عن كبة من الأنابيب، لاحظوا لاحظوا شكلها كيف على الرسم، كبة من الأنابيب الملتفة تفرز العرق، وهذا التعرق مباشرة يخرج إلى سطح الجسم. كيف يخرج إلى سطح الجسم؟ من خلال هذه القناة، هي عبارة عن قناة مفتوحة تأخذ العرق من الغدة العرقية وتفرزه إلى سطح الجسم مباشرة. طيب كيف عم تتواصل هاي القناة؟ كيف عم تتصل مع سطح الجلد؟ من خلال فتحة، وهذه الفتحة هي التي تسمى المسام. أحسنت يا بتول، عبر المسامات. نعم، فالغدد العرقية تنتج العرق وتطرحها إلى خارج جسم الإنسان، فورا بتوصل إلى سطح البشرة. كيف؟ عن طريق قناة تتصل بالسطح، عن طريق عبر شيء اسمه المسامات التي تتوزع على سطح الجلد وتغزر في جذور الأشعار. هذه الغدد العرقية تغذر في جذور الأشعار. مهمة الغدد العرقية، أولا في حال الشعور بالبرد بنلاحظ أنه نحن جلدنا عادي، يعني ما عم بيصير في عنا هالتعرق، ولكن عندما نشعر بالحرارة وقت بيصير عنا ارتفاع درجة حرارة فترة الصيف وحتى هلأ فترة الشتوية، إذا كان والله مشغلين المدفأة وصار في عنا اجتماع بالغرفة وصار في عنا الحرارة مرتفعة، فماذا يحصل؟ نلاحظ أن احنا عم نتعرق. لماذا؟ هي عبارة عن خطة دفاعية عند الجلد من أجل الحفاظ على درجة حرارة الإنسان، فهو يقوم بالتبريد وترطيب الجلد في الطقس الحار وعند شعور بالحرارة. وأيضا لها وظيفة أخرى، هي وظيفة إطراحية. الغدد العرقية مو بس والله مشان تبرد لنا جسمنا إذا نحن مشاوبين مشان يصير عندنا مثل الرطوبة، لا، فقط في عندها أيضا وظيفة أخرى وهي وظيفة إطراحية. فهذا التعرق الذي يحصل يحمل معه بعض الفضلات كالبولة وحمض البول. الغدة الثالثة هي الغدة الدهنية. الغدة الدهنية لاحظ شكلها، شكلها مثل شكل العنقود، هي عنقودات الشكل تتفتح في جذر الشعرة وتفرز
مادة ذهنية تسيل على ساق الشعرة مثل ما هلا شفنا وتحكينا على الأشعار، إنه هذه المادة الذهنية تقوم بتليين وترطيب الشعر. مهمة ووظيفة هذه الغدد جعل الجلد لينا والشعر ناعم الملمس. رابعا غدة الثدي في طبقة الأدمة، أيضا الغدد الجلدية المفتوحة، يوجد غدة الثدي وهي عبارة عن غدة يحيط بها نسيج شحمي، ومهمة هذه الغدة أنها تفرز الحليب عند الأم المرضع بعد الولادة بتأثير الحاثات التي تفرزها بعض الغدد الصم التي سنتعرف عليها خلال الدرس القادم بإذن الله تعالى. نلاحظ مع بعضنا شغلة رح تفيدنا بإذن الله خلال الدروس القادمة، أن الغدد الجلدية هي غدد مفتوحة. كيف يعني غدد مفتوحة؟ يعني تعطي إفرازاتها إلى الوسط الخارجي، فلذلك سميت غدد مفتوحة. الغدد موجودة في الجلد، في عنا غدد تتوزع على سطح الجلد هي مثلا الغدد العرقية، في عنا غدد موجودة في أماكن محددة مثل الغدد المخاطية، وين موجودة؟ تبطن التجاويف مثل الأنف مثل الفم مثل القناة الهضمية طرق التناسلية، ومهمة الترطيب. في عنا غدد عرقية مفتوحة الوسط الخارجي تعطي العرق مباشرة إلى سطح الجلد عن طريق هذه القناة التي تكون مفتوحة على الوسط الخارجي بفتحة صغيرة اسمها المسام التي تتوزع على جميع أنحاء جلد الإنسان. في عنا الغدد الدهنية التي تكون موجودة في جذر الشعرة وتفرز مادة دهنية، هذه المادة تسيل على ساق الشعرة ومهمتها جعل الجلد والشعر ناعم الملمس ولين. غدة الثدي غدة يحيط بها نسيج شحمي وتفرز الحليب عند الأم المرضع بعد الولادة بتأثير بعض الحساسات التي تفرزها الغدد الصماء. مثل ما اتفقنا الغدد الجلدية تكون غدد مفتوحة. كيف يعني مفتوحة؟ يعني لها صلة وصل. لاحظوا دائما في عنا قناة تقوم هذه الغدة بإفراز أو بإعطاء مفرزاتها إلى الوسط الخارجي. تفضلي يا أميمة عبد الله إلى التقييم، أكملي خريطة المفاهيم التالية يا أميمة. عندنا سؤال بصفحة 105، السؤال الأول خريطة مفاهيم، بدنا نتابع ونكمل خريطة المفاهيم التالية. الجلد يتكون مما يتكون يا أميمة؟ من البشرة و يتكون الجلد من البشرة والأدمة. أحسنتي. البشرة تقسم إلى طبقة مولدة وماذا أيضا؟ وطبقة سطحية. أحسنتي، طبقة مولدة وطبقة سطحية تنتشر فيها جسيمات. نعم، الأدمة تنتشر فيها جسيمات حسية، تمام. هلأ البشرة تقسم إلى طبقة مولدة وطبقة سطحية، الطبقة المولدة ماذا ينشأ منها؟ ينشأ منها الأشعار. بس الأشعار؟ أشعار وماذا أيضا؟ نعم أحسنتي، الأشعار والأظافر. ننتقل إلى الأدمة، تنتشر فيها جسيمات حسية تجعل الجلد حساسا لماذا؟ لمس ولا حرارة؟ نعم حرارية والألم. والألم، أحسنتي جزاك الله خيرا يا رويدة، أحسنتي.